انتم البنات نوري لكم سيجار معمر بالبطاطا ومنتظلة وفيها مقادير اخرين، وهاد بيتزا صغارين عندي غبل البطاطا البنات ماشي بالعجينة، وهانتوما معايا وتشوفوا المقادير. صراحة كيجيو لذاتين بزاف بزاف وما كديش المقادير بزاف وسهلين في التحضير بزاف البنات، والمذاق ديالهم متخالف على بيتزا اخرين. مهم سهلين في التحضير البنات بزاف. انا عملت واحد جوج بطيطات فيهم البنات 600 غرام. انا طحنت البصله البنات هنايا باش تجيني رقيقه مره، هي البطاطا رديتها كطيب. دابا خصني السلام عليكم بنات خوتي اخواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شنو عندي في الحشوه ديالي؟ عندي هنا حب بصله مطحونه، تحطهم البنات في هادي باش يكونوا رقاقين، وواحد النص الفلفله من دوك الكبارين على النص ديالها، وعندي هنايا شويه الربيع هو معكنوس، والزيتون غا شويه حتى هو تا غا قطعتو باللي تقطعتو غا صغير صغير حتى هو. عندي هنايا اتون، عندي هنايا الهريسه ها هي غا شويهش، وعندي هنايا العطريه، عندي هنايا شويه التحميره شويه الفلفل الغبره، وعندي هنايا فلفل الغبره ماشي حاره، وشويه سكنجبيل شويه ديال البزار عفوا، وشويه ديال السكنجبيل ها هي هاد المعلقات صغارين، والعطريه على حسب الذوق ديال الواحد كل واحد اش كيبغي. وعندي هنايا ثلاثه ديال البيض حتى هما طحنتهم في الطحانه باش يجيو لي حتى هما رقاقين، وعندي هنايا شويه الجبن. الجبن كيما كان ديك كيسيت صغارين ولا ديك مربع ولا مهم اللي كان عندكم حاضر، هادشي اللي عندي، واتون والربيع مهم هانتوما معايا. نعمل شوية الزيت ها شويش زيت الزيتون، شوية الملحة،
من الربيع مع النص ها شويه شو صافي كيف لكم هيدا هو نشوف شتي صافي زيت البنات غنعمل البنات العطريه كما قلت لكم سكنجبير تحميره فلفل خضراء اللي يبزر الهريسة جوج معالق البنات والحر على حساب الطاقة البنات لكن جبني الحر في الحاجة قطعوها صغيرة البنات باغية باغية كطيب حشوة كما كتشوفو عندي هنا لاطا تسول حيكون الزيت خليه يدخل هادشي مزيان بعد ياسو كما كتشوفو هنا غنعمل بيطات البنات ما غنعملهمش كاملين بحال لي غن هنا ثلاثة د البيض غنعمل بيطة ونص والنص اخر دابا تشوفو شنو غنعمل بيه هاتي هاد الحشوة هادي البنات لي تعملوها غتاكلو عليها سبعين بيدكم اقتصادية بزاف دابا غنعمل الجبن ديالي وغنطفي البوطة البنات يلا طفيت لها الحشوة ديالي نكبها هنايا باش تبرد هانا تحط وحدة بعطيها وحدة البنات تبدو السحتر شوية الابصار بحال شي جوج المعالق د الزيت جوج معالق د زيت الزيتون نخلط هادشي مزيان مع بعضياتو هنايا عملت شوية د الملحة وغنحمر
شوف عندي الكاس هذا البنات، عندي هنايا الزيت، معرفتش كتشوفوها، ونعملها هيدا في الزيت. وغا معمر الحشوة ديالي اللي خلطت وجبتها قبل عليا، نعمل واحد المعلقة هيدا، عاود تبكي عليها البنات، ولكن ما تكبش عليها بزاف، تنقعها شويه الشمس ديالها مع فاش نعمرو. هيدا حتى نكملو مع البنات، هي البنات شاطت لي شوية البطاطا والحشوة، ها هي المهم نخلطو مع بعضياتهم كيما كتشوفو، بقاو معايا باش تشوفو شنو غنعمل بيهم. هي البنات شاطت لي شوية البطاطا والحشوة، ها هي المهم نخلطو مع بعضياتهم كيما كتشوفو، بقاو معايا باش تشوفو شنو غنعمل بيهم. غنكون فيهم حتى ديك البيضات اللي كنت قلتكم غنخلي، ها هما هادي كاشير مرتضيلة ومديك حارة، أنا كتعجبني حاجة حارة قطعة صغيرة. هنا قطعت لك مرتضيلة صغيرة حتى هي، وغنزيد عليها واحد النص كوب جبن مع شويش، هنايا كنعملهم هيدا كويرات طوالين، وغنعملهم البنات في الورقة، نعملهم بطريقة سيجار، وانتم معايا. دي هنايا الورقة سيجار، نعملو بسيجار باش تشدو الزيت، دي هنايا الورقة السيجار، نعملو بسيجار باش تشدو الزيت، وهنايا البنات كنا نشتو الطحين باش ما يتفسخوليش. هنا شتو الزيت، انا ساليتهم ها كيفاش جاولي طيبين في الفران، كما قلت عملت لهم درجه الحراره على 200، وهاد السيجار عاود حتى هما تحمروا لي شويه زياده، جو تقريبا بحال اللي محروقين، لكن ماشي كلشي بعد منهم وصافي، انا بغيت يجيو لي محمرين. وعملت لهم كيسو، عملت لهم شتيتو د اللوز،
البنات كيسو باش زوقتو وعملت فوق منه اللوز عملت هذا، ولكن اللي كان يكون عندكم حضر الصراحة السيجار بمطاطيلة بكشير وديكشي اللي عملت فيه الصراحة جو لدادي بزاف بزاف، كيجيو مقرملين، كيجيو لدادين ومعطيبين في الفران ما فيهمش الزيوت وديكشي، صحيين صراحة لدادين بزاف. حتى هادو كيجيو جربوهم، كيجيو البنات لدادين بزاف وسهلين التحضير. انتم كيما كتشوفوا احسن ما تعملوا العجينه ولا هذا، كان ما شفتو عملت البطاطا وعمرتهم بالحشوه ديالي بسيطه. ايوه خليكم على خير وشكرا البنات خوتي اخواتاتي. انا نوري لكم واحده مكرمله البنات، البنات السلام عليكم، تبقاو بخير وعلى خير. حتى الفيديو يا خور اللي ما يجي ان شاء الله يا ربي. لايك 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 لايك